ده هنخوفه ازاي ده؟ احنا نخوفه؟ ده انا خفت اخش الفيلم. ولا ما تخافش ما تخافش. اجمد يالا اجمد، احنا على حق. انت هتتصرف يعني؟ لا اتصرف ايه، خش انت ماليش دعوه. خش نخش وراك. ايه ده؟ الواحد كبير وخرف ولا ايه؟ سكرك كام يا حاج هلبو؟ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. الله 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 الله. انتوا ايه يا ابني وعايزين مني ايه؟ احنا من الانس وعايزينك في مصلحه. مصلحه ايه؟ سيبوني في حالي، انا عفريت كبير مش حمد بهدله. قول لخالد ابنك يخرج من دعاء اختنا اللي هو لابسها. احنا مش بتوع الكلام ده خالص. ابنك لو ما خرجش هنخرجه بالحنجل والمنجل والجبنه والزعتر. زعتر لا زعتر لا. يا نهار اسود، احنا قتلنا هيلبوي، ده سبايدر مان ما عرفش يعملها. يا اسطى خالد ده خراب بيوت مستعجل ده، انت هتسلمنا المخروبه دي امتى يا اسطى؟ بص علاء، العربيه دي ولا شهرين كمان. يا خبر ابيض، شهرين كمان ليه يا اسطى؟ يبقى سنه وشهرين حرام عليك. ما انت اللي مهمل في عربيتك علاء. الله، اولا انت عديت على بركان او حاجه زي كده بوظت لك العفشه خالص. في حمم بركانيه لازقه في بيت المقص مش عارفين نخرجها، مش هسلقك انا برضو. ثانيا المساعدين متدمره، يعني انت لو مشغلها اوبر مش هتعمل فيها كده يا اسطى. دي بتهدف كده معرفش بتروح مني فين. طب قول لي اعمل ايه. لا الحدفه دي بقى ظبط زوايا واتزان، مكنه بايظه عندي. يعني ايه؟ انا عامل معاك واجب. ابوس ايدك. بص، في واحد ايده تتسلسل في حرير اسمه سعيد ولعه. قول لي طريقه فين. ابوس ايديك يا صاحبي. بص، شفت القشره الارضيه؟ تمام. هتعديها. هتخش على ميدان الشيطان الرجيم عند الفخوره كده. عند الفخوره. تمام. هتسيب اول شارع وتخش شارع ابليس في اول شمال. روح هناك بس قول له انا جاي لك من طرف استاذ خالد هيعمل معاك الغلط. طب ما فيش اي عماره. طب يا اسطى. يابا اشهر من نار على العالم. حبيبي يابا، انا هقول انا من طرف خالد. ايوه. احلى مسا عليك. احلى مسا على قرونك يا زئر. ده ايه؟ ابويا ماله يا بابا؟ يعني انت جايبني من الجامعه على مال ارمي عشان خاطر تقول لي ان انس طلع لك؟ انس ايه بس يا بابا؟ ما انس اللي عفريت يا حبيبي. يا بنتي انت عندك ميزة البني ادمين مش لما تصدقي. بقول لك حضروا وقعدوا يخبطوا ويرزعوا وكلموني وفي الاخر ظهروا لي كده عيانا بيانا. يا حبيبي انت بس تلاقيك مرهق شويه فتهيأ لك، وبعدين انا ما بصدقش في حوار البني ادمين ده، ده جهل وتخاريف كده وشعوذه. ابويا فين؟ ابويا مالك يا بابا؟ انا اول ما عرفت جه كاري. ايدك ابوسها. هي ايدك كانت كده ولا دي بالخض يابا؟ جت بس افوار. يالا ايه اللي سابك شغلك وجيت يالا؟ زي رضا كلمتني قالت لي ان انت مغمى عليك. انا كنت في الورشه بصراحه وبفكر ان انا يعني انفض لك، بس حسيت ان شكلها بقى مش حلو. ايه اللي حصل يا حاج؟ مفيش حاجه حصل. لا حصل. قال ايه؟ بيقول لك شاف بني ادمين. ها؟ وشكلهم كان عامل ازاي البني ادمين دول يابا؟ يا ابني ما تلبش جتيتي. معلش اقرص على نفسك بس وقول لي. واحد يا ابني كده عاوز بالله متختخ مهوت وشعره خفيف ووشه يا خالد وشه بيبي فيس. وايه بقى؟ ولونه مش هصدق لونه. لونه ايه يابا؟ ابيض ابيض ابيض. اه. والتاني؟ والتاني كده سحنته غريبه قوي قوي، اسمراني كده ومسلوح كده اهوت وحاجه كده غريبه قوي، وسحنته وشكله يقطع خميره من البيت. وقال لي كلام كده مش مفهوم. قال لي قول لخالد ابنك يطلع من دعاء بنتنا اللي لابسها. هو انت لابس حد يا خالد؟ البس مين يابا؟ انا عندي اخت بنت خفت تردني. جدع يا خالد تربيتي جدع. افضلوا بقى اتكلموا عنهم وجيبوا سيرتهم وهم اصلا بيجوا على السيره. ما تخافش يابا، ما تخافيش يا زهريده. انتوا بقى اللي ظهرتوا لابويا وعملتوا فيه كده. احنا نقدر نطلع في اي مكان وفي اي زمان لحد ما تنفذ اللي اتفقنا عليه. اللي اتفقنا عليه. اللي اتفقنا عليه. ما تخافش يابا، دول على هبل هبل. طب بعد اذنك ثانيه واحده. اتفضل.
احنا شكلنا هبل فعلا. ما انت عمال ايوه شكلنا هبل. طب انا بقى قريت حاجه في الكتاب هتظبطهم. احنا هنروح للبيت هندخل. انت هتحكي لي نفذ على طول. مش عايز تسمع؟ لا. طب انا هاشعرك. اشعرني. مساء الفل يا عم خالد. يا ابن الإنسية كان مستخبينا فين بس يا ربي؟ اتفضل يا سيدنا. السلام على أهل البيت. وعليكم السلام. الحقنا يا سيدنا. خير إن شاء الله خير. بنت لابسها إنس؟ عارف لابسها واحد وفي واحد طليق في البيت كمان. جميل. وعرفت إزاي؟ يا ده عرفت إزاي وأنا اخترعت الذرة. مش الراجل الدجال ده شبه الدجال اللي جابنا هنا بالظبط؟ ده نسخة منه. ده أكيد قرينه. قرينه؟ مفيش الكلام ده. مفيش حاجة اسمها قرينه. يبقى أكيد قريبه. آه شكله قريبه. يالا شبهه بالملي. طب وهنعمل إيه يا سيدنا؟ هنعمل إيه يا سيدنا؟ أنت بتكلم دكتور تحاليل. أنت بتكلم واحد طارب بني آدمين. هيخرج منها هيخرج. قولي لي يا بنتي إيه اللي حصل؟ أنا مش فاهمة إيه اللي حصل يا سيدنا. فجأة لقيت الدنيا بتضلم ولما فقت قالوا لي إن في حد كان بيتكلم جوايا. في غمامان نفس أو ميل للقئ؟ إن شاء الله ما تلاقيش. احضر! اتكلم يا سيد. سمعني كويس طبعا. أنا حاسس إن أنا صار فخر. أنا خايف أتحرق. تتحرق إيه يا ابني؟ العفاريت بس هي اللي بتتحرق، البني آدمين ما بتتحرقش. يا سلام. وخالتك عفاف بقى اللي ماتت محروقة دي كانت عفريت برضه؟ لا دي ولعت في نفسها بجاز. دي قصة تانية خالص وليها مشكلتها وأنت عارفها. لكن ما كانتش قوة جن يعني. شيخ محضر يا شيخ محضر. واللي عليه إنسان يحضر. لا فخر أنا بتسحب يا فخر. إنسان يحضر. سوسو فوق المية. سوسو فوق البحر. هي سخني اوعي يا عم. مست العصافي. انت اللي جوه بنتنا زهردة؟ لا مش انا، ده اخويا فخر. هو نايم. اقول له مين لما يصحى؟ انت اللي لابسها ملعون. اخرج. مش خارج. ما انا كنت بره اصلا وانت اللي دخلتني. لا يا حلو هتخرج ومش هترجع تاني. بقول لك مش خارج. بقول لك اخرج. وانا مش عاوز اخرج. اللي مش عايز تخرج مش عايز تخرج. وانا بقول لك تروح اركان. بقول لك اخرج بلا خالص. وانا بقول لك مش خارج غير لما خالد يعمل اللي انا عاوزه. ماشي اوكي. غباب غباوه. ها هتخرج منين؟ من الصباع الصغير ولا العين؟ ما تتعبش نفسك يا شيخ. انا قلت لك مش خارج غير لما خالد يخرج من اختي. ايه الكلام اللي بيقوله ده يا خالد؟ زي ما سمعت كده يا شيخ. خالد لابس اختي وانا بعمل كل الكلام ده عشان يخرج من اختي. انت كمان ما قلتلهمش؟ طب ايه رايك بقى ان هو كمان محوش قرشين على جنب عشان يسافر لبنان عشان يعمل عمليه ويتحول لبني ادم؟ ها صحيح الكلام ده يا خالد؟ اصل انا طب انا هستاذن انا بقى عشان الموضوع بقى عائلي. وانا اللي ربيتك وتعبت فيك وشقيت في حرمتك مش كل بتاع الحمد لله على السلامه يا سيد. الحمد لله على السلامه. هو انت فعلا يالا دخلت جوه البيت؟ ايوه والله يا عم. بس اقول لك حاجه، البنت دي من جواها مش كويسه. بيبان على وشهم. سبحان الله. وبعدين في الاخر عشان ابن ادم. الحب يابا، الحب يعمل اكتر من كده. دعاء دي بتاعتي وانا اللي لابسها. رومانسيه شيطانيه عمري في يوم ما اسيبها. حبيبني بقى مش حبيبني دي قصتها. حب ايه وزفت ايه؟ كن في علمك الانس اللي جوه اختك مش هيخرج منها الا لما انت تخرج من اخته. فهمت؟ وانا مش هخرج. وانا بقول لك اخرج احسن هوريك الوش التاني. مش خارج يا يبقى مفيش غير الوش التاني. انت متاكد يا استاذ خالد انك عايز تمضي التنازل ده؟ انا اخر مره اقولها لك، لو عملت التنازل ده مش هتعرف تلبس اللي اسمها دعاء دي تاني خالص. على فين يا حلو؟ امضي عشان ابوك قاعد في التوك توك ومجهز الوش التاني. ها متأكد وامضي. طيب اتفضل يا أستاذ خالد.
اخلص. مبروك عليك. يلا بينا يا فخر. طب وهنرجع ازاي؟ زي ما جينا من الكبانيه. ما انت لو كنت انسان متعلم كان زمانك قريت الكتاب، وساعتها كنت هتعرف لوحدك ترجع ازاي. عندك حق، انا فعلا في الرحله دي عرفت قيمه التعليم، وعشان كده اول ما ارجع هاخد كورس انجليزي. ايوه بس هي ليه الفلوس مش ساقعه؟ ليه الفلوس مش ساقعه؟ عشان ده مش ايس بوكس، دي شنطه على هيئه ايس بوكس. استاذنك معلش. شكرا، بعد اذنكم. ايوه يا جدعان، ده فعلا المال الحلال عمره ما بيضيع. المال الايه؟ الحلال. ماشي يا دودو، هديه مقبوله، ربنا يخليكي وربنا يقدرنا بقى ونعرف نجمع بقيه المبلغ يا رب. على الله التسهيل. خد يالا هنا، رايح فين يالا بالفلوس؟ رايحين للسحاوي يا دودو، رايحين نديله الفلوس عشان ما يقتلناش. بلا سحاوي بلا سحلاوي، انتوا كلكم خدتوا الفلوس واتبسطتوا بيها، انا اول مره اشوفها دلوقتي. يا دودو يا حبيبتي، الفلوس دي انت كنت هتديها لعفريت، مستخسرهم في اخواتك. ماشي يا سيد، وانا عشان بنتة الجدعانه اللي عملتوها معايا هديكوا ربع الفلوس. ربع ايه ونص ايه يا بت؟ واحنا بنقسم فرخه؟ لا بلا فرخه بلا ديك، بدل ما في وشك واديك. انتوا جايين تعملوا عليا مصابيه ايه انت هو ولا ايه؟ مش كفايه العريس اللي طيرته مني؟ بس يا لهفه انت كمان. لا ده انت عايزه تتربي بقى، انت بتشتميه قدام اخوك الكبير يا بت. تربي مين يا لا؟ ده انا الجن ما قدرش عليا يا لا. اسيبيه يا دعاء، هيموت في ايدك. ارحم يا سيد، يلا تخرقني بجد. يا دودو هيموت بجد. سيبيه سيبيه احسن، والله العظيم اضرب نفسي بالنار. هتضرب نفسك بالنار بالسكينه يا غبي؟ اضربها بالسكينه في قفاها. ياه، بقالي 7 سنين ما شفتكوش. ايوه بس هي ليه الفلوس مش ساقعه؟ ليه الفلوس مش ساقعه؟ عشان ده مش ايس بوكس، دي شنطه على هيئه ايس بوكس. استاذنك معلش. شكرا، بعد اذنكم. ايوه يا جدعان، ده فعلا المال الحلال عمره ما بيضيع. المال الايه؟ الحلال. ماشي يا دودو، هديه مقبوله، ربنا يخليكي وربنا يقدرنا بقى ونعرف نجمع بقيه المبلغ. يا رب. على الله التسهيل. خد يالا هنا، رايح فين يالا بالفلوس؟ رايحين للسحاوي يا دودو، رايحين نديله الفلوس عشان ما يقتلناش. بلا سحاوي بلا سحلاوي، انتوا كلكم خدتوا الفلوس واتبسطتوا بيها، انا اول مره اشوفها دلوقتي. يا دودو يا حبيبتي، الفلوس دي انت كنت هتديها لعفريت، مستخسرهم في اخواتك. ماشي يا سيد، وانا عشان بنتة الجدعانه اللي عملتوها معايا هديكوا ربع الفلوس. ربع ايه ونص ايه يا بت؟ واحنا بنقسم فرخه؟ لا بلا فرخه بلا ديك، بدل ما في وشك واديك. انتوا جايين تعملوا عليا مصابيه ايه انت هو ولا ايه؟ مش كفايه العريس اللي طيرته مني؟ بس يا لهفه انت كمان. لا ده انت عايزه تتربي بقى، انت بتشتميه قدام اخوك الكبير يا بت. تربي مين يا لا؟ ده انا الجن ما قدرش عليا يا لا. اسيبيه يا دعاء، هيموت في ايدك. ارحم يا سيد، يلا تخرقني بجد. يا دودو هيموت بجد. سيبيه سيبيه احسن، والله العظيم اضرب نفسي بالنار. هتضرب نفسك بالنار بالسكينه يا غبي؟ اضربها بالسكينه في قفاها. اضربها. اخرس اخرس واد منك. له له لا بتتخان هو انا موجود في البيت؟ تعالوا هنا. اخص اخص على الفلوس اللي تخلي الاخ يمد ايده على اخوه. هما دول ولادي؟ هما دول ولاد رزق؟ لا مش احنا ولاد رزق، ده احمد عز وعمر يوسف. اخرس هولا. الاخ بيتخانق مع اخوه علشان خاطر الفلوس يا رزق. ما هو الموضوع اخرس. بس مش رزق، اسمي بابا رزق. أنا آسف يا بابا رزق. وما تكلمني ما تبصش في عينيا، بصوا في الأرض. أنتوا كمان بصوا في الأرض. حاضر يا بابا. الغلطة اللي غلطتها من 7 سنين بدفع تمنها لغاية دلوقتي. كل واحد عقله في راسه
يعرف خلاصه، وكل واحد يدورها في عقله هو غلط في ايه ويعتذر. فلوس، الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا سرقت من كل قلبي، انا اسف. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا سرقت من كل قلبي، انا اسفه. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا غلطت اني ما سرقتش من كل قلبي، انا اسف. ايه ده انتوا واقفين كده ليه؟ ريتاج تعالي اقفي جنبنا بسرعه وبصي في الارض عشان بابا متنرفز جدا. بابا؟ بابا فين؟ بابا هنا. هنا اهو واقف عند السفره جنب شنطه الفلوس. مفيش بابا ومفيش شنطه فلوس ومفيش سفره. يا نهار اسود فخر، هو بابا فعلا مشي وخد شنطه الفلوس؟ ما ترفع وشك وتبص. ما انا خايف افكر ارفع وشي ما الاقيش الفلوس. لا ما انت هترفع وشك هتلاقيه هرب. تعالى هرب.